خلينا نروح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، نشوف رايه النهارده في القرعه وبدايه الدوري المصري الاسبوع اللي جاي، واحلام المهندس فرج عامر عايز يشوف منتج الدوري الممتاز ايه السنه الجايه، ايه الحاجات اللي هو عايز يشوفها وايه السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده ومش عايز يشوفها السنه دي في الدوري اللي هيبدا يوم 18 ان شاء الله. باشمهندس فرج، ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، منور. بنور حضرتك والله يا باشمهندس. الله يخليك، تحت امرك. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله يكون طيب. موسم خير على نادي سموحه باذن الله. وعلى مصر كلها باذن واحد احد. الله يخليك. مصر كلها باذن الله. ايه رايك النهارده في القرعه؟ وكانت القرعه مفتوحه ويعني مش موجهه زي كل مره، ونظام القرعه والحفل اللي اتعمل النهارده. حاجه شيك جدا طبعا، وحاجه في تقدم كبير قوي، وحفل رائع وحفل شيك، وزي ما حضرتك قلت قرعه طبيعية جميلة مش موجهة، وكانت واحنا مبسوطين قوي من القرعة ومبسوطين من الحفلة وان شاء الله متفائلين خير، ونتمنى النجاح للكرة المصرية بإذن الله. نتمنى النجاح للكرة المصرية بإذن الله. أكيد. عايزين الكرة المصرية تنجح وعايزينها تنطلق طبعا. نفس الكرة المصرية تنطلق طبعا، يعني تبقى يعني أكثر يعني إشراقا وأكثر إبهارا وأكثر جمالا وأكثر قوة، يعني تبقى قوية جدا السنة دي الدوري إن شاء الله. نتمنى الأحسن دايما بإذن إن شاء الله. طيب إيه السلبيات اللي كانت موجودة في الدوري السنة اللي فاتت مش عايز تشوفها في الموسم الحالي أو الموسم الجديد؟ إن أول حاجة لازم إن شاء طبعا الاهتمام بالتحكيم. لازم التحكيم يكون طبعا أهم إنسان شاطر ومجتهد، نتمنى له التوفيق. احنا يعني اجتهدنا بقدر الامكان واشتغلنا بهدوء، وضمينا عدد من اللاعبين كلهم ناس كويسين وكلهم ممتازين للفرقه، وراعينا معظم الاماكن اللي عندنا ضعف فيها او الاماكن اللي فيها خلل. احنا تقريبا غطينا اكثر من 90% منها. أيوه. اتمنى نكون غطينا 100%، بس انا بعتقد ان احنا نكون غطينا مثلا اكثر من 90% منها. كويس. يعتمد بعد ذلك بقى على قدرتنا على تماسك المنظومه، وان احنا نضع نظام وتبقى بقى المنظومه ماشيه منضبطه انضباط شديد جدا. طبعا الكابتن احمد سامي راجل منضبط، واحنا هنساعده في كده، لان اللعيبه دي حاجه يعني بند، والمدير الفني مهم قوي قوي. دعم المدير الفني ودعم المنظومه وكلها قائد واحد ويكون في نظام محدد، ده مهم جدا وليه دور كبير قوي قوي، ما يقلش عن جوده اللاعبين. طبعا في مركز متقدم في الدوري السنه الجايه هيبان. احنا هنبذل اهم حاجه الانطلاق. انا شايف ان اهم وقت واول اربع اسابيع من الدوري. لو احنا الحمد لله قبلينا بلاء حسن في اول اسابيع في الدوري، ان شاء الله هيكون لنا مكانه متقدمه. انا مش باصص الفرقه دي صرفت كام والفرقه دي عملت كام، لان الخبرات ساعات بتقلل من الفلوس اللي اتصرفت. كل ما تكون عندك خبرة اكتر، كل ما تشتغل بهدوء، كل ما تشتغل وقت مبكر، تقدر تجيب. مش شرط انك تصرف اكتر انك تكون الاحسن. لكن طبعا جودة اللعيبة مهمة طبعا، كان في صراع كبير على اللاعبين، فانا بطمح ان شاء الله يكون لنا مركز متقدم باذن الله ان شاء الله. طيب يعني لسه امبارح كنت بتكلم على نادي سموحة وصديق إيجولا، اللاعب المميز جدا في نادي سموحة، انتقل فعلا خلاص لنادي سيراميكا. أيوة. خلاص. هو لعيب مميز، بس احنا عندنا اللي يغطي مكانه. هو لاعب، بص، هو من احسن اللعيبه اللي في الدوري، ما حدش يقدر ينكر كده. لكن طبعا احنا لازم كمان نبحث عن موارد. انا مش طبعا. مش اقعد اشتري بس، لا، انا مهم قوي ان انا ابيع، ومهم قوي ان انا اخلق موارد، ومهم قوي ان انا ارفع الضغط على ميزانيه نادي سموحة. طيب. احنا بعنا لاعب واعرنا لاعب ووفرنا، فجبت فلوس اكتر من اللي انا صرفتهم. يعني احنا الفلوس اللي دخلت لنا اكتر من اللي انا صرفته لغايه دلوقتي. طب دي حاجه كويسه. ده الاستثمار. ايوه الحمد لله. الحمد لله. 30 مليون جنيه فعلا سعر صديق إيجولا، يعني في الحدود. في الحدود. في الحدود. حضرتك شاطر جدا، خلي بالك. لا مش شاطر. بص عايز اقول لك حاجه. أيوة. انا ببيع لناس على مستوى عالي جدا. ايوه طبعا. الناس اللي بتشتري واللي بتعرف اللاعبين واللي كده، هم برضو ناس اذكياء. هو لعيب يساوي. أيوة. انا مش عايز اقول لك ان اول السنه الاهلي طلبه كان فكره ان هو تحت السن. فرقت شهر واحد عشان برضو حضرتك تكون في الصوره. ايوه يعني هو، بس انا كمان ما كنتش تحت اي ظرف من الظروف اقدر اسيبه، لانه ما كانش عندي لعيبه. ايوه تملى مكانه. كانت الفرقه فاضيه خالص. صح. يعني فالناس اللي اشتريته يعني
ناس اذكياء. بقول لك الكابتن محمود الخطيب شخصيا اتكلم عليه اول الموسم على صديق جوله. ايوه وهو نفسه. طيب انت برضو كنت بتكلم مع حضرتك قريب وقلت لي ان دوكو دودو اللاعب الهاف ديفندر. ايوه بس احنا ما بعناهوش، جايز نبيعه في يناير. كان جاي له في عروض من فرنسا وانديه كبيره وكده. جاله من ليون، جاله من ليون، وعندنا لاعب جاله من اتلتيكو بلباو والله في اسبانيا. ميتين حسين فيصل. حسين فيصل اتلت، اديني بقول لك اتلتيك بلباو كان عايز حسين فيصل. كان بعت وقال انا مهتم جدا بحسين فيصل ومتابع حسين فيصل و والكلام ده كله، واحنا اتكلمنا وقلنا ان حسين فيصل مش جاهز للبيع دلوقتي. عندنا اربع لاعبين مطلوبين. ايوه في كمان محمد عصام. طب هقول لك على حاجه، انا خدت لاعب من اسوان بعد ما خدته باسبوع الطلب. احمد خالد. ايوه يعني يعني الحمد لله احنا سموحه فيها لعيبه كويسه ولعيبه كده. وبعدين انا ما بقفش في طريق اي لاعب. ايوه طالما اقدر ايه اجيب. وبعدين احنا عايزين القاعده تتسع. طبعا القاعده تتسع واللعيبه تجتهد ويبقى عندها امل. وبعدين بالزبط. ما هو اللي هيجتهد واحنا هنبيعه، ما هو هيستفيد والنادي هيستفيد. صح 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 ولا ايه؟ لا طبعا كلامي مظبوط، وانا يعني متابع حضرتك دايما من زمان في قصه اللاعبين وشراء وبيع اللاعبين، حتى اللعيبه اللي يعني نادي سموحه كان بيجيبها من الاهلي والزمالك بيبقى مستواها ساعات يعني ضعيف شويه. في امثله كتيره جدا نادي سموحه خلاهم لعيبه جامده جدا ورجعهم، يعني مصطفى فتحي كان جاي بعيد خالص بقى هداف الدوري، صلاح محسن، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وناصر ماهر كتير كتير. صح صح صح. وايمن اشرف وياسر ابراهيم وابو جبل. ايوه اقعد اعدد لستاتك ناس كتيره جدا. صح جدا صح جدا. حسام حسن نفسه لما كان حسن بالظبط. حسام حسن احنا بنجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين. ايوه ايوه بس. والكابتن احمد بيبذل خساره جهده، وربنا معانا وربنا مع كل الناس طبعا المجتهدين. ان شاء الله نشوف دوري قوي السنه دي يا باشمهندس. كابتن ربنا يخليك، ودايما بنستمتع بيك يا باشمهندس فرج. يا بيه ده انا تحت امرك. الله يخليك الله يخليك. النجاح لنجاح. الله يخليك يا باشمهندس، بنشكرك طبعا باشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، من الشخصيات الجميله جدا يعني المهندس فرج عامر.